مباراة مهمة بكل تأكيد بالنسبة للنادي الأهلي في ظل المباريات المتتالية على الصعيد المحلي والصعيد الأفريقي كمان، يعني بطولتين مهمين جدا بالنسبة للأهلي وجماهيره، والأهلي ماشي فيهم بشكل ممتاز. قفلنا الملف الأفريقي خلاص بالتأهل لدور نصف النهائي، دلوقتي كل التركيز منصب على الملف المحلي وهذه البطولة الهامة. النادي الأهلي قبل مباراة اليوم حقق 16 انتصار متتالي، وده رقم كبير ومميز جدا، لكن لسه ما عادلش رقم مستر مانويل جوزيه، بالتحديد مستر فايلر، أو بالتحديد أهلي فايلر، ما عادلش أهلي جوزيه من حيث الأرقام القياسية تحديدا والانتصارات المتتالية. مستر مانويل جوزيه كان حقق 17 انتصار في موسم 2004-2005، بإذن الله تعالى بإذن الله يعادله النهاردة مستر رينيه فايلر بعد ما حقق 16 انتصار سابقين، إن شاء الله من خلال مواجهة سموحة الصعبة جدا بكل تأكيد الأهلي يقدر يصل للانتصار رقم 17. أيضا هي مواجهة خاصة جدا ومهمة لعدد من الأسباب، من ضمن أهم هذه الأسباب أن أنت بتحاول تواصل مشوارك الجيد في بطولة الدوري سعيا نحو الحسم المبكر. وميزة الحسم المبكر هنا بالنسبة للنادي الأهلي إيه؟ ميزته أن أنت تحاول بقدر المستطاع قبل دور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا تكون متفرغ بشكل كامل، أو على أقل تقدير متفرغ بنسبة مئوية عالية جدا بخصوص حسم بطولة الدوري، فبالتالي يبقى تركيزك كله منصب على بطولة دوري أبطال أفريقيا. طبعا متفاهم جدا أن لاعبي النادي الأهلي الجهاز الفني عقليتهم وثقافتهم تسمح لهم جدا جدا بالفصل المناسب ما بين كل بطولة، سواء البطولة المحلية أو البطولة الأفريقية، لكن في كل الأحوال أنت أهدافك كلها محددة ومعروفة قبل كل مباراة، أن أنت بتخوض أي مباراة للفوز والانتصار، ده هدف أساسي بالنسبة لك.